بسم الله الرحمن الرحيم، اهلا بيكم على قناه صحبه الكروشيه. معاكم سلوى الفحام، بيسعدني وبيشرفني دايما متابعه كليه على قناه، وبتمنى من ربنا التوفيق في كل شيء بقدمه لكم باذن الله. النهارده ان شاء الله هنشتغل مع بعض الشنطه ديت. الحقيقه شنطه جميله جدا زي ما احنا شايفين كده، وبسيطه في نفس الوقت. هنا من الداخل، هنا الجيب الاول، وجيب في المنتصف هنا، وجيب تاني اهو، تعتبر كبيرة يعني من الداخل. طيب تعالوا كده نبدأ نشوف هنشتغل بخيط ايه وهنشتغل ازاي، واتمنى ان شاء الله الفيديو يفيدكم بإذن الله. بسم الله، انا هشتغل بخيط سلسلة وابرة رقم 4. هبدأ في الاول واعمل عقدة بداية بالشكل ده كده، وهشتغل 31 سلسلة. 1 2 3 4 5، 31 سلسلة. هنبدأ بقى السطر الأول. هنا السلسلة الأولى، هبدأ شغل من السلسلة رقم 2، هلف السلاسل كده وأشتغل في اللفة الخلفية دي. تمام، يبقى أنا هسيب السلسلة الأولى دي وهبدأ من السلسلة رقم 2، هلف الشغل كده وأبدأ أعمل غرز حشو. اسحب الخيط، هلاقي لفتين على الابره، الف الخيط واطلعه من اللفتين، ودي كده اول غرزه حشو. هنا اسحب الخيط، الف الخيط واطلعه من اللفتين. السطر كله هشتغله غرز حشو بالشكل ده. كمل في نهاية السطر الأول لما نعد غرز الحشو هنلاقيها 30 غرزة حشو. كنا بدأنا ب31 سلسلة، اعتبرنا أول سلسلة ارتفاع، وبالتالي بدأنا من السلسلة رقم 2 غرزة حشو، فبالتالي عندنا 30 غرزة حشو. طيب هرتفع السلسلة، السطر الثاني هرتفع السلسلة، هلف الشغل بتاعي وأبدأ من أول غرزة هنا وأبتدي أعمل غرزة حشو. وده كده السطر التاني، فوق كل غرزة حشو هشتغل غرزة حشو. بالشكل ده كده هكمل السطر التاني. هشتغل معاكي اخر غرزة في السطر التاني عشان ما تنسيهاش هنا بالشكل ده كده. اسحب الخيط واعمل غرزة حشو، وتأكدي دايما من العدد كده. بعد نهاية السطر رقم 2 هيبقى عندي 30 غرزة حشو. السطر رقم 3 وده اللي هيتكرر معايا برضه، هرتفع السلسلة، الف الشغل بتاعي وابدأ برضه فوق كل غرزة حشو غرزة حشو. كده انا خلصت السطر رقم 3 وتاكدت ان العدد المظبوط 30 غرزه حشو. اللي هعمله دلوقتي ان انا هرتفع السلسله وابتدي اشتغل غرز حشو بنفس الطريقه. هشتغل حوالي 52 سطر من غرز الحشو. اشتغلنا 3 هنكملهم 52 سطر كمان، ونرجع نشوف الطول والعرض بتاع القطعه اللي احنا هنشتغلها قد ايه. طيب انا اشتغلت كده زي ما قلت لك حوالي 52 سطر. تعالي نشوف الابعاد بقى. هنا الطول حوالي، الطول 37 سنتي، 37 سنتي، وهنا عرض القطعة 24 سنتي، 24 سنتي. تمام. طيب في نهاية الشغل هنا بعد آخر سطر اشتغلته، دي آخر غرزة أنا اشتغلتها أهي، بعدها بعمل سلسلة وأسحب الخيط لفوق كده هضمه هنا بقى في ابره. هنا بقى انا ضمت الخيط في الابره، هبتدي اخفي الخيط عشان اثبته واخفيه كده كويس بين الغرز. شايفه ازاي اهو، هنا
بالشكل ده كده، على قد ما تقدري تبتدي تخفي الخيط وتثبتيه كويس. وده كمان اللي هعمله هنا في خيط البداية، وده كده هيبقى شكل الجزء الأول للشنطة بالشكل ده كده. طيب تعالي نبدأ ونشوف الجزء التاني هنشتغله ازاي. هنا بنفس الطريقة اللي اشتغلنا بيها الجزء الأول، احنا بدأنا الجزء الأول دوت ب31 سلسلة، وبدأنا من السلسلة رقم 2 ابتدينا نعمل غرز حشو، فبقى معانا 30 غرزة حشو. بنفس الطريقة هنرتفع عدد من السطور 38 سطر، يبقى الجزء الثاني بنفس طريقة الجزء الأول ولكن هرتفع 38 سطر، ونرجع نكمل إن شاء الله. ودي كده القطعة الثانية للشنطة. تعالي نشوف الطول، هنا طولها حوالي 27 سنتي 27 سنتي، وهنا العرض حوالي 24 سنتي. تمام. طيب تعالوا بقى نشوف هنشبك الجزئين دول ازاي ببعض. خلي بالك معايا ده الجزء الكبير من الشنطة، هنبتدي نعد هنا 19 سطر، 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19، يبقى ده كده السطر رقم 19، وهحط ايه؟ علامة. ماشي؟ طيب الجهة التانية بنفس الطريقة برضو، هنحط علامة عند نفس السطر اللي هو رقم 19. ازاي؟ بالشكل ده، عشان ده الجزء اللي هنتنيه من الشنطة. هنا هنجيب الجزء التاني ونعد برضه 19 سطر، 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19، اللي هو في المنتصف بالظبط اهو. لو تلاحظي هتلاقيه هنا كده في المنتصف بالظبط. شوفي ازاي؟ تمام. من الجهة التانية برضه نفس السطر كده، ونبتدي نحط ايه عليه. احنا قسمنا الجزء دوت نصين بالظبط. نبتدي بقى نشبك الاجزاء ازاي. الجزء ده هيبقى هنا كده، شايف ازاي؟ يبقى هنا كده. نبتدي بقى ايه القلاب يتقفل على الشنطه بالشكل ده. طيب هنشبك بقى الجوانب ازاي؟ تعالوا نشوف كده مع بعض. خلاص احنا عرفنا التكنيك اللي هنقفل بيه الشنطه ازاي. هنفتح بقى الجزء ده كده، هنشبك الجزء ده مع الجزء ده، الجزئين دول مع بعض كده، هنبتدي نشبكهم مع بعض. تمام. فهنفتحهم كده، نفتح الشنطه كده، شايفه ازاي؟ اهو خلاص العلامات قصاد بعضها اهي، العلامات قصاد بعضها بنفس السطر. هشبك الجزئين دول ازاي؟ انا عندي هنا كده عندي 30 غرزه حشو، هسيب اتنين من هنا غرزتين وهنا غرزتين برضو، هعلمك ازاي هنثبت. خلي بالك معايا، هنا هنسيب 1 2، نبتدي نعلم من هنا كده، نشبك من هنا. شايفه ازاي؟ احاول اعلملك. لغايه السطر ده برضو هسيب من هنا كده 1 2، وابتدي اثبت كده. شايفه ازاي؟ وهنا برضو هسيب غرزتين ونشبك من الغرزة رقم 3. حاولي تعلميها معايا كده عشان الموضوع يبقى ايه سهل بالنسبة لك. يبقى احنا علمنا كده، مش عارفة اذا كانت واضحة ولا لا اللون. هنا علمنا مكان ما هنخيط بالظبط الشنطة في الجزء ده. ابتدي بقى دلوقتي اشبك الابرة بنفس نوعية الخيط اللي احنا اشتغلنا بيه. زي ما اتفقت معاكي هبتدي اشبك بقى كده، انا علمت المكان اللي هشبك من خلاله عشان ما اتلخبطش، والجهه الثانيه كمان بنفس الطريقه. شايفه ازاي؟ طيب تعالوا بقى كده نشوف هنشبك ازاي. هنا هحاول بس ادخل الخيط كده بين الغرز في الاول عشان يثبت معايا، جزء صغير كده. تمام كده. طيب احنا قلنا هنسيب هنا 1 2، هنشبك من خلال الغرزة رقم 3، وهنا برضو 1 2 الغرزة رقم 3. فباجي هنا كده وحاول اثبت عليها تاني عشان تبقى ايه بالشكل ده.
تاني هنا، تمام كده. طيب نبتدي بقى ايه، نخيط الجوانب هنا اهو. وتشدي ايدك كده هنا، لما حط الغرز على بعضها هتلاقي الشغل مظبوط معاكي. تشدي زي ما قلت لك عشان ايه الغرز تكون متماسكه بالشكل ده. وبعدين هنكمل الجزء اللي تحت ده كده بكل بساطه برضو اهو هنا. متاكدي ان انت هنا في المكان المظبوط كده، احنا معلمين زي ما قلت لك الخط ده اهو هنا. تشدي برضو الخيط كده وهنكمل الجزء ده كله كده والجزء ده كده تثبيت ونرجع نكمل ان شاء الله. هنا في نهاية الشغل برضو هثبت جامد على الغرزة التالتة، واحد اتنين التالتة، واحد اتنين تلاتة، الخيط اهو هاجي هنا ثبت عليها كويس. الشكل ده كده تمام. طيب والخيط الزيادة ده طبعا بين الغرز كده احاول ايه اخفيه اثبته كده. الشكل ده كده. طيب دلوقتي بقى هنشيل العلامات اللي احنا كنا معلمين بيها كده خلاص. نبتدي بقى نتني الجزء ده كده، نتني ده كمان كده. الشكل ده وده هيبقى زي ما قلت لك القلب، شايفه ازاي بتبقى بالشكل ده. لما نفتح الشنطة كده هيبقى فيه هنا ادي الجيب الاول وهنا في جيب في المنتصف اهو وده الجيب التاني. طيب الجوانب بقى هنثبتها ازاي دلوقتي؟ المفروض ان انا هثبت الجوانب ازاي؟ خلي بالك معايا هنا نبتدي نشبك الجانبين دول مع بعض ونشبك الجانبين دول مع بعض نشوف ازاي. خلي بالك معايا هنا الجانبين دول هحاول اثبتهم مع بعض كده. ادي الغرزة الاولى اهي وهنا الغرزة الأولى، أثبت بس عليهم كده في الأول. بعدين أبتدي كل سطر هشبكه بالسطر اللي قدامه
كده هنا كل سطر بالسطر اللي قدام. حاول تشدي كده شايفه ازاي، بحيث ما تفوتيش ولا سطر. بالشكل ده شايف ازاي، الجنب ده كده شبكناه، والخيط ده كده هحاول ادخله جوه جوه الشنطة كده. واثبته كويس جوه الشنطة بنفس الطريقة دي، بنفس الطريقة اللي ثبتنا بيها الجزء ده هثبت كمان الجزء ده. شايفة ازاي، احطه قصاد بعضه بالظبط واشبك الجزء ده كده مع بعض بنفس الطريقة هنا برضو في الجانبين التانيين. هنا هنشبك الجزئين دول مع بعض والجزئين دول مع بعض، وده شكل الشنطة بعد ما شبكنا الجوانب. شايفة ازاي كده هتبقى شكلها كده، من هنا من هنا كمان كده. من الداخل طبعا الشنطة هيبقى فيها 3 جيوب، ادي الجيب الاول وهنا والجيب التاني الكبير اهو. تمام. طيب ازاي بقى هنقفل الشنطه بتاعتنا؟ في كذا طريقه، اما ان انت تركبي قفل بسيط هنا كده باي شكل انت عايزاه، بس انا هركب قفل بطريقه مختلفه. تعالي نشوف شكله. هنا هنقفل الشنطه مظبوط كده، خليها دايما على خط مستقيم واحد، وبعدين هجيب القلاب ده كده واوسطنه بحيث يكون بالشكل ده. شايف ازاي، هنا بقى هشوف المنتصف بالظبط، يعني نعد الغاز 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11، وهنا كمان 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11، يبقى احنا نظبطه كده وده هيبقى مكانه بالظبط. تمام. طيب هنبتدي بقى نركبه. احنا اتفقنا نعلم بس مكانه. نبتدي بقى نركب القلاب كده هنا. هرجع تاني هنا، حاول كده بين الغرز بالشكل ده، وبعدين هرجع هنا هنا إخرازة على نفس الخط هنا. بالشكل طبعا الخيط دوت برضه هظبطه من بين الغرز، وبعدين هنظبط الشنطة كده ونشوف الجزء التاني للقفل هنركبه فين. هنشوف كده هنا كده هو مكانه هنا بالظبط، نفس الخيط والإبرة برضه هتبتدي تركبيه بكل سهولة بالشكل ده كده. هنا أنا عايزة أخيط كمان القفل في القلاب نفسه، فهنا في خرمين كده، فأنا إيه
يعني كده، هاجي هنا واخيط الجزئين دول في القلب. تمام، بالشكل ده كده، على اساس لما تيجي تفتحي القفل هنا القلابي ايه يتفتح معاكي بالشكل ده. طيب بالنسبه لايد الشنطه بقى، انا هنا ركبت حلقات سهله الفتح في الجوانب بالشكل ده عشان اقدر من خلالها اركب ايد الشنطه هنا بسهوله كده. وده شكل الشنطة من الداخل زي ما اتفقت معاكي، فيها 3 جيوب، ادي الجيب الاول اهو، وهنا جيب في المنتصف والجيب اللي في الاخر دوت. هي حجمها كبير من الداخل الحقيقة، رغم ان هي بسيطة جدا زي ما شرحنا كده سوا. اتمنى ان شاء الله يكون شكل الشنطة عجبكم، وشكرا، ونتقابل بإذن الله على خير في فيديو جديد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.